الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ربي كامل كامل تكونوا بخير وعلى خير. المهم حنا عندنا الشتا بزاف، الشتا عرفتوا ما نعاود لكم واحد الشتا خيط من السما. اويلي فياضه فياضه عرفتوا عندنا واحد البرد جا، جاني برد ما نعاود لكمش على برد جا. تبريلو برد. عينو دقيقه ميساج بعدا بغيت نهضر واحد قبل ما نبدا الفيديو على شي وحدين ماشي يعني بزاف، واحد الخمسه ديما كنلقاهم في اي فيديو انا كنحط من نهار بديت هما كيعايروا كيقلبوا على شي حاجه يكتبوها كيقول لك كتفايلي على راسك بالبرد. خوتي واش التحاليل كيتفايلوا بهم الناس؟ كنقلب على شي حاجه الله يعطيك. واش التحاليل اللي وما بغيتش نقول الله يعطيك داكشي اللي فيا انا، داكشي اللي فيا انا بغيتك تجربي منه غير شويه، ما بغيتش نقول لك هكا. عرفتي علاش؟ حيت الا عطاك الله داكشي اللي فيا انا متاكده انت ما غتقدريش تصبري له، انا متاكده انه انت ما غتقدريش تصبري له، ولكن انا حمد الله وشاكره حيت حنايا دازت علينا حوايج صعاب بزاف على هذا الشيء، على المرض وعلى داكشي. الحمد لله اي حاجه جاتني انا غنستقبلها بصدر رحب وحق الله العظيم. شنو قلت لك حامد النهار اللي قال لي الطبيب هكا؟ شنو قلت لك في الطريق وحنا في الدار؟ الطريق هذه لا تهضر. لا شنو قلت لك؟ الا كان فيا هذاك المرض شنو ما نديرش؟ اش ندير الدواء نبقى هكا؟ قلت له ما غنديرش الدواء غنبقى هكا تمشي عند الله. انا هكا انا اقتناعي لراسي حق لا اله الا الله عرفتو، ولاني الحمد لله راه ما كاينش ديك الشيء، راه ديك الشيء ان شاء الله راه ما كاينش. انا درت تحاليل خرجوا طالعين واحد الشويه، ديك التحاليل اللي شكوا فيهم خرجوا طالعين واحد الشويه، ولكن ماشي شي خطوره زعما ولا شي حاجه خايبه الا ابدا. كنتمنى ان شاء الله ما يكون حتى شي حاجه باذن الله، وتا الا كانت شي حاجه راه ما كيعطيهلكش البشر، راه البشر ما كيعطيكش ديك المرض الله سبحانه وتعالى، ونحمد عليه الله ونشكره هذا ما كان. المهم بنات دابا راني غادي للطبيب ديال الينا، انا كنت غادي نمشي هاد النهار ساعه بغيت نبدل الطبيب حيت شكروا لي واحد الطبيب اخر بغيت نبدلو ان شاء الله حتى الغدا عاد غادي نمشي عنده. المهم ها هو الانتيبيوتيك غادي كنشرب هذا على حسب داك القح اللي عندي هنايا. اوه استغفر الله العظيم. ودابا غادي نمشي ندي الينا حيت الينا فيها الرواح وفيها الكحبه وفيها كلشي. اش كتشوف البتايات؟ اه يلا البنات غادي عند الدكتور خالد بناني، صراحه غزال غزال غزال. شوفوا لا كابين ديالو زوين. المهم بنات يلاه جينا دابا للدار، عرفتوا البرد والشتا برا بزاف وجينا لدارنا. كنا مع بنت حامد وديك الشيء صراحه زعما ما نعاود لكمش. المهم دابا البنات جينا للدار، عرفتوا شنو لقيت ماما دايره؟ سكتي. لقيت ماما دايره اللفت والحيمه والفورة وحميد عرفتو عاوتاني مشى للطبيب اختصاصي ديال السكر وعطاه شي تريتمون، عطاتو بعدا دير تحاليل اخرى. من بعدا خصنا حنا كاملين نديرو واحد المكان خاص بينا بالسكانر، حنا خصنا طبيب العائلة تقيطي زيتي عثمان كوزان. المهم انا التحاليل ديالي خرجوا طالعين شويه، ولكن الحمد لله مازال ما عارفه شنو كاين بالضبط حتى الغدا ان شاء الله. اليوم راه حنا معروضين عند عبد الاله عند فدوى، عارضين على حساب بنت حميد. هي كتصوني عليا عين واحد الدقيقه. بنات جينا انا وبنت الزوج الكريم ديالي صوبنا. دابا علاش ما كتخلي دابا ضروري غنبقى نقول داك بنت الزوج ديالي خصني ندير لك شي سميه. دابا جينا صوبنا واحد صوت الشعر وداك الشيء غسلناه وصافي. المهم هانتوما معايا بنات انا غادي نوزن لك ما تخافش. المهم جينا المرجان غناخذو حتى شنو جينا من المرجان كامل باش نشريو التقاشه. هذا وحميد والبنت ديالو لقاو التقاشه وخا لقاو دار الرجال. المهم ما بقاش لابسه هاد التقشيره هادي بينيها ديال حامد بينيها اه بينيها. شكون بين؟ متاه هلا ماشي دابا كيفاش غير هكا عادي عادي يلا دير يدك ها هي. واش دابا هادي قال لك نتيا ها نوري لهم غير الشعر ها انتم ها الشعر ديال بنته. الاخرى اللي كانت معايا شعرها طويل
باش راه ماشي هي راه شعرها طويل حتى لهنا شحال شعرها هذيك. يلا سير حميد فوق راه سير سير فوق راه راه هذيك اللي كطلع فيها حميد كيطلع في العكس عارفين. هانتوما هانتوما اختي عروضي عند فدوى دارت لنا بسطيله فدوى دارت لنا بسطيله يا اختي هانتوما ايوا دابا غندوقوا المذاق عرفتوا شنو والله الا بسطيله ديال فدوى كتعجبني ديما كنقولها كتعجبني كتجي بنينه كتصاوبها في الدار كتصاوبها هنا اكيد عتاكل بسطيله منيتك لا خوتي هانتوما انا كنقول له ما تبقاش تاكل الحلاوه ها هو دابا كيدي سريه باش ما تقولوا ليش انت ما كتقابليش راجلك انا كنقابل كنوريهم زعما انت شوفوا شوفوا وين وين حميد انا كنهضر وكيقول لي سوري باغي يدخل في طلوع عرض هانتوما شوفوا اختي هزي فتيحة شي زيتون ها فتيحة البنات شوفوا الديسير اللي صوبات لنا فدوى واعر ساعة هنايا كانت فدوى مغطياه وجات بنيتها الصغيرة ديالها في الثلاجة فتحاتو ما عرفت كيفاش تكات عليه المهم ضيعاتو وفين مشى ثلاثة فتيحة في الثلاجة هانتوما وهذاك الديسير ايوا اختي اجي ونوض شحال سكر ايكوسو شحال سكر نسو كول بنات المهم تمشي لا داك الشيء هبطنا قلتني الله نعس كاينه تقريبا نعسات ماشي نعسات 100% و بقيت هكا كنلهي هكا كنلهي هكا كنلهي حتى حسيت بها بغات نعس وعاد هبط العمط غير باش نغسل الجوع شوفوا عينيا كيفاش دايرين غير باش نغسل وجهي وداك الشيء صراحه وجهي ما دايره فيه حتى شي حاجه الكريب كامل بحال شحال ديال الينا وجهي ما داير فيه حتى شي حاجه غير عينيا هو اللي داير اي لاينر شنو بغيت نقول لكم بغيت نقول لكم انا تعشينا اليوم عند التليفون شي بلاصه اخرى المهم بعد نحط التليفون في شي جهه اخرى ساعه ما لقيتش قلت لكم تعشينا اليوم عند فدوى وعند الاله حيت عرضوا على بنت لبنت حميد راكم عارفين يلاه كندور هكا على العائله كتعرف هذا من هذا هذا من هذا خوتو خلاص كانوا عارفين بانه عنده بنيته الاب ديالو حتى هو غير مساكن ما كانش عندهم كيفاش يلقاوها الحمد لله يا ربي لقيناها ان شاء الله مع الوقت راه غادي تعرفوا حتى نتوما شكون هي وكل شيء باذن الله والناس اللي في مدينه تازه لا في الصالون لا في مدينتنا لا كل شيء كيعرفوها قبيله راه مشات معانا الصالون وعرفوها البنات وهضروا معاها وكانوا كيعرفوها من قبل وكل شيء تلقاونا عاوتاني شي متتبعات هما شافوها مهم الحمد لله والشكر لله على كل شيء شنو بغيت نقول لكم نقول لكم انه دابا جيت رجعنا تعشينا وديك الشيء مشيت وصلت لدارهم ايوا وجينا حنايا لهنايا عرفتو عيانة ديال بصح وغدا ان شاء الله غنمشي عند واحد الدكتور اختصاصي ديال الراس اليوم مشيت يلاه سالي التحاليل وسالي ديك الشيء بصح طالعين شويه ولكن املي في الله كبير غادي ندير املي في الله سبحانه وتعالى واخا يكون كنواعد راسي ان واخا يكون اللي كنغنبقى دائما ضحكه حيت الله سبحانه وتعالى الى ابتلانا راه كيبغينا وكنامن انه خصنا ماشي الله سبحانه وتعالى من يعطيك حاجه زوينه تفرحي وتضحكي ومن يعطيك حاجه خايبه ما يعجبكش الحال وتمرضي وتنقصي لا غادي نرضى بالواقع كيف ما بغى يكون يقول كنبقى كنتسمسك نسمع كلي يبكي بحكي حسبت لبنتي حيت شغلني راني مراض مهم دابا غادي ندوز نغسل وجهي البنات هانتوما معايا نغسل وجهي كنغسلو البنات بالصابون العادي ديال الطاوس كيدير بسبعين ريال ثلاثة دراهم وعشرة ريال داك الصابون هو اللي كنغسل بيه طبيعي كنغسل بيه وجهي كيدير لي شتكا الحساسية والو البنات غسلت وجهي وداك الشيء ودابا غادي ندير هاد الكريم هذا شحال هادي ما درتوش ديال لاخوش بوزي على البنات هاد الكريم هذا كانت خرجاتو للطبيبه انا نوريكم على حساب العمليه هانتوما الا كتبان لكم هنا كنت درتها ديال سميتو امي ديال العمليه اللي كنت حيدت من هنا داك الورم اولا بالخوب داك التلاله اللي تفلعت
مهم. ودابا غادي نديرو شحال هادي الصراحه ما درتوش زويون كيحيد سيكاتريس البنات من كاع الوجه، الوجه كله كيحيد سيكاتريس منه. يعني الا عندك شي بقعه ولا انا كندير، شوفوا البنات انا عندي هنايا واحد التوحيمه هي اللي كتشوفوها هنا، عندي توحيمه عييت من ندير معاها كلشي ما كتحيدش التوحيمه كتبدل ما تحيدش. المهم درت هنايا هاكا عرفتو كيرطب الوجه في الصباح مني كتنوضي كتلقي وجهك زوين. هانتوما البنات كتحيد كاع داك السيكاتريسات ديال الحبوب الا كانوا، داك البقع اللي كيبقى والنمور، يعني ما كتجيكش حبيبه هكا في كتجيك في راس الشعر ولا شي حاجه كتجيك تنوض لك حبيبات كتبقى لك، داك الاخر ديالها كيتحيد. صراحه شحال هادي ما صليت وجهي انا تفرحت وشكت، واخا جاني خبر ديال، المهم انا كنشط من بلاصه وكنتقص من بلاصه، جاني خبر ديال المرض كاين شي مشكل الحمد لله على اي حاجه عطاها لنا سيدي ربي غير نحمدوه عليها ونشكروه. كنهضري بشويه اختي حقاش بنتي معروفه هانتوما. اوه عرفتو غزال غادي نمشي ناخد شي وحده اخرى من هادي ونخليها السكر عندي باش تمني تسال عادي. واعرة واعرة عرفتو زوينة 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 بزاف يا فلوجة اصلا راكم عارفين لامارك ديال لاغوش بوزي زوينة، وخدتها كخيم مرطب لبنتي خديتو من لاغوش بوزي لي. تصبحو على خير تاع الصباح ونتلاقاو. السلام عليكم بنات، سمحوا لي البارح ما عاودت صورت معكم حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ديال حتى شي حاجه. قلت لكم البنات البارح ما نعس راكم شفتوا تصورت لكم غير شنو. الصراحه شحال هادي ما غسلت وجهي بالصابون ديال الطرف بزاف، هادي كنت كنغسلها غير بالماء والنوض، والحمد لله دابا منين غسلت البارح في الليل في الصباح درت داك الكريم في الصباح لقيت راسي وجهي رطب كيدير ها كيتشقشق تستاجيش كاع ديري ليه شي حاجه. المهم دابا لقيتونا غادي مور بنت حميد، وحميد يلاه خرجوا له التحاليل مشى دارهم الصباح ها هما يلاه خرجوا له التحاليل. عرفتوا التحاليل من هنا وتحاليل من هنا وتحاليل من هنا وتحاليل من هنا، لا اله الا الله كيقول لك ملي كتجمع عليك راه كتعرفي ما ديري كتلفي. المهم حميد راكم عارفين السكر وديك الشيء هو ماشي غادي يعني ماشي نشوفوا شنو، لقينا حتى شي تحاليل طالعين معاهم تاع يمكن كنظن انا هذاك الكوليسترول وداك الشيء. المهم دابا دايرين مع الطبيبه ديال السكر وصافي هانتوا معايا البنات. شوفوا كويز ديال اتاي، شوفوا حميد كي مبرد كويز ديال اتاي هو هذاك امبيكابل هانتوا يا اختي. هانتوما البنات الحريشه زويت الحميد، حميد بردان شكون برد شتكون برد نتوما صحاش ما دغيا كتبردوا انا ما بردتش اختي يا اختي